لكن سريعا كده قبل ما نذهب الى التتويج، لان دلوقتي لحظات تتويج الحكام وتكريمهم من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة، احب افكر حضراتكم كده بنقاط المباراة النهاردة. عمرو زهران اللي شارك سجل 3 نقاط، التوب سكورر في هذا اللقاء هو ايهاب امين البوب 19 نقطة، السوبر ماريو ايهاب امين 12 نقطة، عمرو الجندي نجح في تسجيلهم 7 نقاط، سيف سمير نجح ايضا في تسجيلهم، احمد اسماعيل 8 نقاط منهم ثلاثية، مفيش بعد كده يا ابني والله، مايكل تومسون 11 نقطة تسجيله في احداث هذا اللقاء. انتهت احداث اللقاء بفوز النادي الاهلي، فكر حضراتكم مره ثانيه 69-65 على فريق كبير هو فريق نادي الاتحاد السكندري. وكما تقال بالاسبانيه كامبيوني كامبيوني اولي اولي اولي، ها هو السنيور اوغوستي بوش ولقاءات واحتفالات مع فريقه للنادي الاهلي. نفكر حضراتكم النهارده المركز الاول في كاس مصر النهارده هو النادي الاهلي، اما المركز الثاني هو فريق الاتحاد، المركز الثالث هو فريق الزمالك، والرابع نادي الجيش. في جوائز تتم توزيعها دلوقتي للاعيبه نادي سبورتن ريم موسى. ريم موسى لعيبة نادي سبورتن ولعيبة الاهلي السابقة تكرم في من قبل في احداث هذا اللقاء، وايضا هنشوف دلوقتي التكريمات ايه. ايضا يتم تكريم هاجر عامر لاعبة نادي سبورتن ايضا من السيدات، اللاعبة هاجر عامر واحدة من اهم لاعبات منتخب مصر ونادي سبورتن، مبروك يا هاجر، تستاهلي كل خير، سواء انت او ريم موسى او اي من زميلاتك او لاعبات حتى النادي الاهلي برضو كلهم يستاهلن كل خير. دلوقتي احنا مع لحظات التتويج، لكن ناتي اولا تم تكريم ايضا فريق الزمالك بتتويجه بالميداليه البرونزيه، والان صعود نادي الاتحاد السكندري زعيم الصغر الى المنصه وتتويجه بالميدالية الفضية في انتظار صعود الاتحاد السكندري. احنا هنعرف دلوقتي لان الصوت مش واضح، فمش عارفين ريم موسى وهاجر عامر تم تكريمهم في ايه بالظبط، هنعرف وهنقول لحضراتكم على طول. وادي بعض الالعاب الجميله اللي بتحصل اثناء التكريمات. على المنصه متواجد الكابتن رحاب الغنام، الكابتن محمد فتحي، الكابتن محمد عبد المطلب، والدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، وايضا الكابتن خالد الوصي، ومعاهم السيد النائب رئيس نادي الاهلي السيد العمري فاروق العمري. مبروك طبعا من قناه الاهلي لهاجر عامر وريم موسى لاعبات نادي سبورتن، لاعبات كبار. وادي بنت هاجر عامر ملك، الدكتوره هاجر عامر، ميدو طه يتقلد جائزه افضل ثلاثيات او احسن الثلاثيات. ميدو طه لاعب نادي الاتحاد، لاعب كبير، هيثم كمال على منصة التتويج بفوزه بهداف بطولة كأس مصر. هيثم كمال لاعب الاتحاد وفوزه بجائزة هداف كأس مصر. ايهاب امين هيطلع دلوقتي. جائزة افضل لاعب في كأس مصر هو البوب السوبر ماريو ايهاب امين، البوب ايهاب امين
برصيد 19 نقطة النهاردة في أحداث المباراة ما بين الأهلي والاتحاد، هو رجل المباراة الأول. أما في مباراة الأهلي والزمالك فكان رصيده من النقاط 13 نقطة. إيهاب أمين، مبروك إيهاب أمين، أفضل لاعب في كأس مصر، البوب إيهاب أمين أو السوبر ماريو إيهاب أمين. إيهاب أمين ولقطات تذكارية مع الراعي الرسمي وجائزة نقدية. والآن إلى لحظات التتويج بالمركز الثاني، نادي الاتحاد يتقدم، نادي الاتحاد، إسماعيل أحمد، رامي إبراهيم، هيثم كمال، علي محمد، ياسر صلاح، حاتم بحيري لم يشارك اليوم، حاتم بحيري، يوسف شوشة، أحمد بيبو، سلامات لبيبو ودولة اللي كان يعني بيبو كان مصاب ودولة كان في كلام على انه هينزل، ميدو طه وافراد الجهاز الفني ومؤمن دوجا، مصطفى عصام فوده وياسر مبارك وكوري ويبستر. الف مبروك لنادي الاتحاد، لك نادي الاتحاد، نادي الاتحاد يملك في جعبته 11 لقب لكأس مصر. اما النادي الاهلي فاليوم اصبح لديه 10 القاب في كأس مصر. والان الى لحظات التتويج بالمركز الاول والميدالية الذهبية ورفع الكأس، النادي الاهلي على منصة التتويج. النادي الاهلي والمركز الاول. مودي الجرحي يتقدم، لاعب النادي الاهلي، واستلام الميداليات احمد مهيب، ابو النصر وبنته، ابراهيم الجمال العائد من الاصابه، سلامات يا جيمي، يوسف المعداوي، سيف سمير، عمرو زهران، بيبو زهران اخوه، عبد الله بيدو او عبد الله ناصر، عمر طارق، مروان سرحان وعمر عزب، ثنائي سموحه القادم من سموحه الى الاهلي، المصابان، سلامات لعمر ومروان، مايكل تومسون عريس اليوم، وايهاب امين، عمرو الجندي، واحمد اسماعيل، ومؤمن خيري. دي قائمه النادي الاهلي المتواجده على المنصه، وياتي بعدهم في قياده الجهاز الفني الساحر الداهيه اوجستي جول بيبوش، وياتي خلفه احمد الجرحي، كابتن رامد ياسطي، كابتن طارق الغنام، مديرا اداريا كابتن وليد الخراط، اداري دكتور محمد جاد، الطبيب دكتور هيثم عاطف، علاج طبيعي كابتن محمد عيسى المدلك، والكابتن محمد علي احمال، علاء لطفي احصائي، نادر خزام اخصائي اغذيه او تغذيه، واخيرا الدكتور اكرم محمد طبيب الفريق. دي قائمه الشرف او قائمه الجهاز الفني الفائز لموسم 2021-2022 بكاس مصر العاشر في تاريخ النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره العظيمه الداعمة دائما وابدا لفرقها في النادي الاهلي. لفتة طيبة من مودي الجرحي اللي بيطلع ويستلم الكاس مع ابراهيم الجمال، جيمي ومودي الجرحي، ويتم رفع الكاس الان، اهلاوي لموسم 2021-2022. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجماهيره، ورفع الكاس العاشر في تاريخ الاهلي لهذا العام، العشرة يا أهلي، ونطمع في الحداشر يا أهلي بإذن الله. مبروك، مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ولاعبيه ولجهازه الفني ومجلس إدارته، ألف ألف مليون مبروك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على هذه الأمسية الرائعة، الأمسية التي فرحنا بها النادي الأهلي في صالة حسن مصطفى اليوم. ألف مليون مبروك، كنت معكم معلقكم ومحدثكم أحمد مناع، كان لي شرف التعليق على هذه المباراة،
شكرا لكم على حسن المتابعة المشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله على قنواتكم المفضلة قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله. الزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، إليك الميكروفون. سلمة بعدها سلمة بيطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملى يتشرف اللي انتمى. الأهلي القمة اسم على مسمى، والرجالة مكملة، ده محلي وقري عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهية المسألة مرحلة بعدها مرحلة. والرجالة مكملة، ده محلي وقري عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهية المسألة. الأهلي القمة اسم على مسمى، بعدها سلمة بيطول الأهلي السما، ودي اسمه فوق الكل وعلي، ودولاب بطولات عمال يتملى يتشرف اللي انتمى. الأهلي القمة اسم على مسمى، والرجالة مكملة، ده محلي وقري عالمي، وقدرنا نعدي بعيد عن أي مقارنة، ومنتهية المسألة مرحلة. القائد مستر أجوستي بوش يمسي على جماهير النادي الأهلي بلقب جديد ببطولة جديدة، اللقب العاشر كأس مصر في تاريخ النادي الأهلي. ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي، شكرا مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، شكرا على ومجلس إدارته طبعا على بناء فريق قوي على مدار السنوات اللي فاتت. الآن نحصد يعني مجهود سنوات ودعم من مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب لبناء فريق قوي. شكرا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب على رأسهم الكابتن عمرو فاروق، النهارده كان موجود، والأستاذ الضماطي والأستاذ الجرحي والدكتور محمد شوقي والدكتور سراج اللي كانوا موجودين النهارده على رأس الداعمين للفريق في أرض الملعب. ودي لحظات الفرحة ولحظات الانتصار. النهارده النادي الاهلي يحصد رابع بطوله له هذا الموسم، بطوله القاهره، البطوله العربيه، بطوله المرتبط، كاس مصر، وان شاء الله ان شاء الله البطوله القادمه وهي دوري السوبر ان شاء الله على الابواب. كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين. ببارك لضيوفي كابتن سلعاوي الف مبروك. الف مبروك كابتن هادي. كابتن خالد الف مليون مبروك. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي. كابتن كريم الف مبروك. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، للعيبه الرجاله، مجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك، حاجه مشرفه جدا الحقيقه. كابتن طاهر الف مليون مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وطبعا الف مبروك لمجلس الاداره اللي دعم الفريق على مدى الثلاث سنين اللي فاتت، وفعلا هو وقف جنب الباسكت على اساس ان احنا بتوع باسكت.
كان داعم ليهم وكذلك النشاط الرياضي. وبحييهم وبحيي الجهاز الفني كله من مستر اوجستي لغايه الراجل بتاع المهمات الصبر. صحيح يا كابتن. خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع المدرب العام للفريق الكابتن احمد الجرح. اتفضل يا كريم. مستمرين معاك يا كابتن عيسم ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن احمد الجرح برحب بيك. كابتن احمد مبروك، فوز مهم وصعب والاصرار شايفينه وروح الفانيلا الحمراء شايفينها. حابب تقول للعيبه الرجاله على ادائهم المميز جدا ده؟ حبيبي كيمو، قبل ما اقول للعيبه لازم اشكر نادي الاتحاد وفريقه وجهازه، فريق محترم دايما احنا هم ماتشاتنا الفاينل اي حد يكسب. الحاجه بس اللي عايز اقولها قبل ما اقول للعيبه، المسؤول عن موقع الاتحاد السكندري كره السله للنادي، موقع الرسمي للنادي، انا بشكره جدا لان هو حط بوست فعلا ما خلناش اشتغلنا على العمل النفسي مع الفرقه، هو اشتغل لنا. يعني هو حط صوره تحفيزيه للفرقه ما اظنش ان هي ترضي الحاج محمد مصرحي اللي هو بالنسبه لي بالنسبه لاي حد في لعيبه الباسكت بالذات اخونا الكبير، ان يعني نسر النادي الاهلي في قفص. لا، نسر الاهلي طول عمره بيحلق والنهارده الحمد لله حلق في 6 اكتوبر وفزنا بالكاس اللي احنا الحمد لله نستحقه. الاتحاد فرقه كبيره والاهلي فرقه كبيره، بس الحمد لله احساسنا ان احنا من اول دقيقه ان احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا احنا استعدينا كويس اول ماتش. حبيبي يا كيمو، حبيبي فرحه كبيره اكيد يا كابتن عيسى زي ما بنقول مع نجومنا طبعا. انا يا جمال ريم الجمال، يعني رغم الإصابة لكن حبه الكبير طبعا وإصراره ومساندته الدائمة مع النادي الأهلي. يعني هو بدلك طبعا إبراهيم بالنسبة ان انت ما تكونش متواجد النهارده لكن متواجد كالعادة مع الفريق. مبروك النهارده، فوز مهم وبطولة صعبة جدا وغالية جدا على النادي الأهلي. الحمد لله مكسب النهارده وبطولة تضاف لينا والنادي الأهلي وجماهيره. الحمد لله مش عارف اقول ايه، الفرحة مخليانا مجانين. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللفريق وكله تعب، واللي بره واللي جوه كلنا بنساعد بعض، وان شاء الله الدوري الخطوه اللي جايه ان شاء الله. الاتحاد مميز جدا، عنده امكانيات مميزه جدا، لكن اصرارك كان واضح قوي يا ابراهيم في المباراه دي، وكان واضح ان احنا مركزين من اول دقيقه حاسين ان احنا العشرة زي ما بنقول يا اهلي. طبعا الاتحاد فريق كبير معاهم كابتن مرعي ومعاهم عناصر كتير كويسه، والماتش انت شايف من رايح جاي طول الماتش، ولكن الحمد لله باصرار اللعيبه وان احنا متكاتفين مع بعض من اول السنه ان احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات، هو ده اللي خلى الناس تمسك في الجيم لاخر ثانيه. والحمد لله على المكسب ان شاء الله. الف الف مبروك، الله يخليك. بنبارك من جديد يا كابتن هيثم لابطالنا طبعا ونجومنا، فرحه كبيره جدا جدا هنا في صاله طبعا الدكتور حسن مصطفى بعد الفوز الكبير جدا والغالي على نادي الاتحاد السكندري. استحقوها الحقيقه ابطال النادي الاهلي. زي ما قلت لك كابتن هيثم، الشغل كان واضح بشكل كبير جدا من اوجستي بوش المدير الفني، الاصرار الكبير مع اللعيبه. يا رب ان شاء الله الفرحه تكون مستمره مع فريق النادي الاهلي في كل الالعاب الجماعيه والفرديه، وده اللي بنركز عليه. القادم يكون افضل ان شاء الله. كابتن هيثم اسيبك دلوقتي طبعا مع الفرحه ومع طبعا مراسم التتويج الخاصه طبعا بابطال النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا والنادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله كله اهلي ان شاء الله ودايما. مفيش جديد يا كابتن هيثم، الاهلي حديد. صحيح يا كريم، اخد من كلمتك الاهلي حديد. النهارده الحمد لله النادي الاهلي بيجني ثمار دعم وشغل على مدار سنوات كثيره، ان شاء الله نوصل لاحسن من كده والابعد من كده. طيب هنروح لزميلتنا نورهان طمان واستكمال للقاءات مع نجم المباراه النهارده. الحقيقه اللي احنا يعني كلنا في الاستوديو اشدنا بيه، ويمكن الكاس سيذكر بثلاثيه احمد اسماعيل، نورهان طمان، واحمد اسماعيل. اتفضلي يا نورهان. وطبعا لسه مستمرين معاكم، والفرحه الكبيره لنجوم النادي الاهلي بعد طبعا تحقيق لقب كاس مصر، ومعانا نجم اخر رميه في المباراه النجم احمد اسماعيل. طبعا مبروك يا احمد، وكلمنا بقى عن يعني اخر ثانيه او اخر كام ثانيه دول. الله يبارك فيك. الحمد لله اخر مثلا دقيقتين تعصب واشتاب الفرقتين، ماتش صعب جدا والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسب الماتش الحمد لله. طيب قول لي بقى، يعني امتى بدات تقلق كده في المباراه؟ لما هما طلعوا علينا فتره كده 7 بونت الينا، بس الحمد لله قدرنا نرجع بالدفاع وبالروح وفضلنا لاخر ثانيه وحاربنا والحمد لله كسبنا الحمد لله. تصريحات بقى او يعني توجيهات اوجستي النهارده كانت ليكم عامله ازاي؟ هو الحمد لله ندافع ونفضل لبعض ونحارب لاخر ثانيه والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله. شكرا ليك جدا يعني. شكرا شكرا، ربنا يخليك، شكرا، الف مبروك. طبعا ده ولسه طبعا مستمرين معاكم ولقاءات كتير مع نجوم النادي الاهلي، الفرحه حلوه وان شاء الله ان شاء الله لسه مستمرين معاكم، خليكم معانا.
احمد اسماعيل الحقيقه بنشكرك، يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني الثلاثه بونت يا قلبك، يعني جات لك الكوره وجلتها وجات لك الثانيه وشطها، كما زي ما يكون عندك ثقه انا هكسبكم وانا هجيب الكاس. يمكن يا كابتن سلعاوي احمد اسماعيل احنا ايدينا وجعتنا من السيف. اه لا احنا نقدر نقول برضو ان الف الف مبروك للنادي الاهلي، مجلس اداره، جمهور، نشاط رياضي، لعيبه، هي الثلاثيه هي يا كابتن احنا النهارده وحضرتك بتتكلم، كل المحيطين بكره السله في النادي الاهلي تعبتوا صبرتوا، ربنا يعني اعطاكم في الاخر. ان شاء الله نقفل على الصفحه دي ونبدا نفكر في الدوري العام اللي هو لازم يخش بقى الدولاب بتاعنا. ونقول اتحاد سكرداري هارد لك، فرقه كبيره، فرقه محترمه، اديتي، لكن هو الفيصل ما بين الاهلي واتحاد الروح، الروح هي السبب الرئيسي، التمسك بالمكسب حتى النهايه، الروح كمان، الروح كانت قويه جدا جدا حتى في الخساره. نعم. لما كنا خسرانين 7 بونت 11 بونت قدرنا نرجع للجيم، الاصرار، العزيمه هي السبب من اسباب المكسب النهارده. ما نقدرش ننسى الدور المدير الفني طبعا، مجهوده كبير ومجهوده واضح، وما نقدرش ننسى برضو الجهاز المساعد احمد الجارحي ورامي، احمد الجارحي دوت ولاده كلهم تقريبا الزوج، عشان كده هو فرحته زياده شويه. صحيح. لكن الكل اشتغل، الكل عمل، دي ثمار المكسب. حلو المكسب بيجيب مكسب، وده اللي كان ناقص الفرقه دي. كابتن خالد، يمكن قلنا بين الشوطين الروح، وروح الفانيلا الحمراء يعني بتظهر في الوقت القاتل. النهارده النادي الاهلي كان تاخر في الشوط الثالث فرق 11 نقطه، الروح والاداء والدفاع عوضنا وفرقنا وحافظنا على الاربع خمسه بونت في الاخر. الروح يا كابتن، الف الف مبروك لفريق النادي الاهلي الباسكت، المجهود واضح والشغل الفتره اللي فاتت دي باين، وروح الفنانة الحمراء النهاردة كانت باينة بقوة. حصل دروبات في الماتش على مدار المباراة في كذا وقت، وقدرنا ان احنا نرجع تاني رغم ان كان في دروبات كبيرة حصلت بالعشرة او الاتناشر بونت، بس قدرنا ان احنا نعوض على طول، نعمل كام باك بسرعة، ما خدناش وقت في التعويض. كانت الروح قوية جدا جدا النهاردة الحمد لله، ده اللي حسب اللقاء بشكل كبير، ما كانش في فنيات في الاخر قد ما الروح. دي الحقيقة، دي الحقيقة، دفاع قوي وروح قوية والناس كلها عايزة تكسب فعلا، روح المكسب يعني بقت خلاص بقت موجودة في فريق الباسكت بقوة، وروح الفانيلا الحمراء بقت موجودة في فريق الباسكت بقوة، وإن شاء الله نفضل مكملين على الروح دي، وبإذن الله ما نضيعش بقى بطولات مننا جاية خلاص، يعني بإذن الله ناخد البطولات الجاية كلها على مدار إن شاء الله الثلاث أربع أو الخمس سنين اللي جايين بإذن الله. وألف ألف مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارة ولعيبة وفرق وكباتن وكل الناس في النادي الأهلي. صحيح يا كابتن، ويمكن زي ما احنا شفنا يا كابتن كريم في أرض الملعب، التمسك بالمكسب، الروح المكسب. خليني أقول إن النهارده كان في مواجهة من نوع آخر كانت موجودة ما بين الهيد كوتشز كابتن أحمد مرعي ومستر أجوستي، اتقابلوا السنة دي قصاد بعض 6 مرات، 3 تفوق فيهم الكابتن مرعي و3 تفوق فيهم مستر أجوستي، ولكن الثلاثة اللي تفوق فيهم مستر أجوستي كانت ب3 بطولات يا كابتن كريم. بص يا كابتن هيثم، كلام حضرتك مظبوط، يعني أولا هارد لك لنادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد، كل الاحترام والتقدير. بالنسبة للنادي الأهلي، دايما البطولات بنفتكرها بمواقف، والمواقف دي دايما بتتسم، يا إما موقف فدائي، لعيب أحيا كرة ميتة، لعيب راح على كورة كنا كلنا فاقدين فيها الأمل، وهو ده اللي عمله النهاردة إيهاب أمين. البطولة النهاردة دي بطولة الريباوند اللي جابه إيهاب أمين. صحيح. تمام، النهاردة يعتبر ماتش تاريخي للنادي الأهلي، عدى بكل الحاجات اللي ممكن يعدي بيها، كان كسبان، كان خسران، الفرقة اللي قدامه طلع عليه، كسب، اتعادل، كسب، خسر، وفي الاخر وصل للبطولة. لا. تمام، فالنهارده نموذج للنادي الاهلي، ماتش تاريخي، نتمنى يعني كنا نتمنى نشوف ده من زمان. بالزبط. الحمد لله شفناه، وده خلاص هم وصلوا للمستوى ده. طيب. ده الستاندرد، ما ينفعش بقى ننزل عنه ان شاء الله. صحيح. والف مبروك، وجمهور النادي الاهلي يستحق ان هم يبقوا فرحانين النهارده، لان فعلا احنا بنلعب الرياضه عشان خاطر الجمهور يبقى مبسوط. صحيح يا كابتن. والنادي الاهلي اصدر بيان الان، الخطيب يهنئ رجال السلة وجهازهم الفني بالفوز بكأس مصر. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعبو الفريق الأول لكرة السلة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر. على حساب نادي الاتحاد السكندري، وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية،
والتي تساند ناديها في كل المواقف. وقال إن هذا الفوز لم يكن يتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل ليتحقق النجاح في هذه المرحلة. لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائما ما تطلب المزيد من الألقاب. لذا فإن هذا الفوز يحمل الجميع مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ الأهلي الكبير. دي كانت كلمة أو تهنئة الكابتن محمود الخطيب عقب الفوز مباشرة. خلينا أقرأها لحضراتكم مرة أخرى. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبو الفريق الأول لكرة السلة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الاتحاد السكندري. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي وإصرارهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية والتي تساند ناديها في كل المواقف. وقال إن هذا الفوز لم يكن يتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل ليتحقق النجاح في هذه المرحلة. لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائما ما تطلب المزيد من الألقاب. لذا فإن هذا الفوز يحمل الجميع مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ النادي الأهلي. واحنا هنا بالحقيقه يعني اكيد ما بيفوتش علينا كجمهور النادي الاهلي ان احنا نشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بالكامل على بناء فريق كره سله قوي استطاع ان يحصد البطولات. النهارده 4 بطولات في موسم واحد في موسم تاريخي ما شفناهوش من سنين، او يمكن موسم يعني تاريخي في تاريخ النادي الاهلي وهو حصول النادي على 4 بطولات. طيب خلينا نروح لارض الملعب وزميلنا كريم احمد، واستكمالا للقاءات المهمه في الملعب معنا مودي الجرحي وكريم احمد. اتفضل يا كريم. اذا يا كابتن هيثم، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي فور الفوز بيطمن على اللعيبه من خلال طبعا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن مودي الجرحي. الكابتن قال ايه؟ الكابتن يبارك لنا طبعا على المكسب ده، وهو عاجبه قوي الروح طبعا والحماس اللي بيلعب زي ما بيلعبش، فهو طبعا بيبارك لي وبيقول لي كمان بلغ اللعيبه ان في مكافاه اجاد على التعب ده وفي احتفاليه، فطبعا دي مش غريبه على كابتن محمود. يعني احنا ما خدنا البطوله العربيه والمرتبط عملنا نفس الكلام، وانا وعدته ان شاء الله باذن الله ان فاضل الدوري باذن الله هيبقى النادي الاهلي السنه دي. قيمه كبيره جدا الحقيقه كابتن محمود الخطيب وتواجده معاكم ومساندته ومؤازرته، يعني بتبقى ليها مردود كبير جدا معاكم يا مودي على ما اعتقد. اه طبعا دي طبعا يعني صراحه مجلس الاداره ده بقدر كابتن محمود الخطيب موفر لنا كل حاجه وفي ظهرنا، وبالسنه دي بالذات احنا حاسين ان هم في ظهرنا جدا. احنا زعلناهم كذا يعني الفتره اللي فاتت يعني، بس الحمد لله بنعوضهم السنه دي وباذن الله الدوري باذن الله كمان بصمم على الدوري عشان اهم حاجه عندنا الدوري باذن الله. حبيبي شكرا. كابتن هيثم الحقيقه يمكن احنا كنا سجلنا طبعا مع المودي الجرحي، لكن في اللحظات اللي انا كلمتك فيها كان الكابتن محمود الخطيب بيتواصل طبعا كعادته القيمه والاسطوره الكبيره ورمز كل الاهلاويه. حيا اللعيبه وحيا طبعا الجهاز الفني على ادائهم المميز جدا على فريق الاتحاد السكندري. القيمه الكبيره المتواجده كابتن محمود الخطيب ده مش جديد عليه، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون افراح وانتصارات للنادي الاهلي. واسيبك من جديد واسيب كل جمهورنا العظيم مع لحظات التتويج ورفع الكاس للنادي الاهلي البطوله العشره والعشره اهلي. اكيد يعني يمكن تهنئه الكابتن محمود الخطيب هي اكبر تقدير ادبي الحقيقه للفرقه وشعور رئيس النادي القيمه الكبيره كابتن محمود الخطيب بالروح اللي كانت في الملعب واشادته بيها واشادته في تهنئته بالانضباط السلوكي. وطالما اكد على الانضباط السلوكي كابتن محمود الخطيب في كل كلماته الى ابنائه من لاعبي النادي الاهلي ان الانضباط السلوكي هو من يؤدي الى الفوز. شكرا كابتن محمود الخطيب، وان شاء الله باذن الله اللعيبه وعدت ان شاء الله ببطوله السوبر، وهي ان شاء الله البطوله الاهم باذن الله النهارده او السنه دي لبطوله او لفريق كره السله. خلينا نروح لنورهان طمان زميلتنا من ارض الملعب ولقاء مع احسن لاعب في كاس مصر لاعبنا اللاعب الكبير البوب ايهاب امين. اتفضلي يا نورهان. طبعا احنا لسه مستمرين معاكم وانتصار النادي الاهلي وفرحه كبيره جدا جدا من داخل مجمع صلاه حسن مصطفى هنا في مدينه او في منطقه 6 اكتوبر. معانا نجم اللقاء طبعا ايهاب امين نجم اللقاء. مليون مبروك يا ايهاب، وتقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله اللي احنا قدرنا نفرح جمهور الاهلي، يمكن بيدعمونا بقالهم فتره كبيره وتعبناهم معانا اخر سنتين، بس الحمد لله ان شاء الله السنه دي فرحناهم بالبطوله العربيه ودوري مرتبط والكاس، وان شاء الله نقدر نفرحهم بالدوري ان شاء الله. جيم دفاعي كبير قوي يا ايهاب شفناه، يمكن حتى على الرغم من اهتمام طبعا نجوم نادي الاتحاد
بالثلاثيه او ان هم يبقوا طول الوقت بيبغتوكم، لكن انتوا عملتوا جيم دفاعي كبير، يعني التوجيهات اوجستي كانت ازاي؟ طبعا فريق الاتحاد بطل الكاس السنه اللي فاتت، فريق كبير جدا، كابتن مرعي مدرب كبير جدا، كوري وابسر محترف الفريق كبير قوي، لعيب مميز، قدرنا نعمل جيم دفاعي ونفذنا تعليمات كابتن اوجستي معظمها في الشوط الثالث والرابع، اتعلمنا من اخطائنا اللي عملناها في الشوط الاول والثاني عشان كده قدرنا نحسم الماتش في الاخر. طيب بقى قول لي كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي بعد الفوز النهارده. طبعا بشكرهم على الفتره الاخيره، كانت صعبه علينا بالذات اخر سنتين زي ما قلت في الاول، وان شاء الله نوعدهم ان احنا هنبذل اقصى جهدنا ان شاء الله ان احنا نفرحهم بطوله الدوري. شكرا يا ايهاب. شكرا شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع نجم اللقاء وطبعا احد نجوم اللقاء ايهاب امين، ولسه مستمرين معاكم وهنحاول ناخد لقاءات اكتر مع نجوم النادي الاهلي والفرحه الكبيره، لسه مستمرين معاكم. شكرا يا ايهاب امين على ادائك الرجولي، شكرا على اللي انت اديته النهارده، ويمكن الريباوند اللي انت جبته اخر المباراه في الاوفنسيف ريباوند اللي جاب بعد منه احمد اسماعيل 3 بونت، هو ده كان مفتاح المكسب، مفتاح المكسب هو الاداء الرجولي. انت تستحق عن جداره افضل لاعب في كاس مصر، خدمت فرقتك واسعدت جماهير النادي الاهلي. هنروح لزميلنا كريم احمد ولاعب اسم على مسمى، لاعب كان له دور كبير جدا في المكسب مباراه النهارده ومباراه نادي الزمالك اللي فاتت، هو لاعب زي ما قلت لحضراتكم اسم على مسمى محمد ابو النصر، اتفضل يا كريم. محمد محمود ابو النصر واحد من النجوم وواحد من الرجاله، كان ليه مجهود كبير مؤثر بشكل كبير كالعاده في كل المباريات، لكن المباريات النهائيه بتتطلب مجهود كبير منكم ابو النصر، حابب تقول للعيبه الرجاله وبتهدي الفوز لمين ابو النصر؟ والله الحمد لله فوز صعب وفوز مهم لينا، ان شاء الله يبقى موسم استثنائي وان شاء الله احنا ناويين السنه دي نعمل حاجه ان شاء الله اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي، ان شاء الله الدوري بتاعنا وهنحارب عليه لاخر ثانيه، ومن بكره ان شاء الله هنبدا نركز في الدوري عشان دي اهم بطوله عندنا وربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. زي ما ادينا حق اللعيبه ندي حق الجهاز الفني الحقيقه، يعني جوستي بوش الجرحي رامي الدياستي مجهود كبير جدا، كمان قرب السن بشكل كبير جدا، ده فرق معاك ابو النصر اكيد. طبعا هي منظومه كلها كامله متكامله زي ما بيقولوا، من اول كوتش وجوستي لحد اصغر واحد في الفرقه، الحمد لله اللعيبه كلها رجاله وكله ما بيفكرش غير في المكسب وبس، كله بيحاول يساعد والحمد لله معانا جهاز على اعلى مستوى من كل الجهاز المدير الفني والمدرب العام ومساعد المدرب وكل الجهاز حتى الدكاتره كل الناس في ظهرنا وربنا يكرمنا في اللي جاي. سيبك تفرح واسيبك المدينه طبعا حبيبي. الله يخليك. مبروك من جديد. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بنغطي طبعا لحظه بلحظه الاجواء الخاصه طبعا هنا في استاد في صاله الدكتور حسن مصطفى بعد فوز النادي الاهلي ببطوله كاس مصر البطوله العاشره في دولاب بطولات النادي الاهلي. عوده ليك من جديد والكابتن هيثم السعيد. ابو النصر يعني الحقيقه كان ليه دور كبير في النصر النهارده بأدائه الرجولي بالدفاع في آخر شوط على المحترف الأمريكي بصفوف نادي الاتحاد، يمكن عزله بشكل كبير جدا وده أهدى الفوز. وزي ما قال أبو النصر محدش بيفكر مين اللي يلعب، محدش بيفكر مين اللي يحط سكور، ولكن الروح الجماعية كلنا عندنا هدف واحد هو الفوز، لسه عندنا بطولة وإن شاء الله هننسى المكسب ده ونروح لبطولتنا. هنروح لنورهان طمان وأحد نجوم الفريق في ماتش الزمالك وماتش النهارده الاتحاد السكندري عمرو الجندي، اتفضلي يا نورهان. طبعا لسه مستمرين معاكم مع نجوم النادي الاهلي وبنرصد الفرحه، ولكن طبعا يعني هناخدهم من الفرحه شويه ونسالهم شويه اسئله. طبعا عمرو الجندي نجم من نجوم اللقاء النهارده، مبروك يا عمرو. الله يبارك فيك. الحمد لله ربنا كريم، لعبنا ماتش كبير قوي قدام فرقه كبيره، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز بكاس مصر الحمد لله. شايف الماتش كان ماشي ازاي؟ يعني امتى قلقت وامتى اطمنت؟ طبعا هو الماتش كان ماشي طوله على طول ايكوال، هم عملوا ران في اول الثالث طلعوا 10 بونت، بس احنا فضلنا متماسكين ولعبنا كويس لحد الاخر وقدرنا نعوض الليد ونخلص بونت، وفضلنا ماسكين في الاخر وبنلعب بالتيمبو بتاعنا حتى الحمد لله ما قدرنا نخلص الماتش في الشوط الرابع. نهائي كاس مصر صعب لانه طبعا يمكن حظنا ما كانش كويس في المواجهات اللي فاتت امام الاتحاد، ايه اللي فرق النهارده عن النهائيات اللي فاتت؟ احنا خسرنا الماتش اللي فات وكنا احنا اللي معانا الليد اغلبيه الماتش وخسرنا في الشوط الرابع، النهارده الحمد لله كنا عايزين يعني احنا خسرنا ما ينفعش نخسر نهائيين ورا بعض، الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وربنا كرم الحمد لله ونكسبنا الحمد لله. كلمه اخيره بقى لجمهور النادي الاهلي. بنقول لهم ان شاء الله ان شاء الله كمان لسه بطوله الدوري احنا لسه ما شبعناش، ان شاء الله الدوري في الجزيره السنه دي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. ده طبعا كان لقاء اخر مع النجم عمرو الجندي احد نجوم اللقاء، مستمرين معاكم ومراسم تتويج النادي الاهلي، خليكم معانا. شكرا جزيلا نورهان طمان زميلتنا من ارض الملعب، واللي بشكر الحقيقه كل طاقم قناه النادي الاهلي اللي كان موجود في الملعب النهارده وبذلوا مجهود كبير جدا عشان يقل لحضراتكم هذا الحدث وهذه
الفرحة. نطلع لفاصل سريع، لسه عندنا كلام كتير عن الانتصار النهاردة والفوز، ولكن بعد الفاصل. بطولة عزيزة على جمهور النادي الأهلي، العشرة كأس مصر العاشر في تاريخ كرة السلة. يمكن السنة دي كانت سنة سعيدة على كرة السلة، يمكن بطولة عربية أول لقب لينا في التاريخ، الحمد لله رب العالمين. بطولة القاهرة وأيضا كأس مصر وأيضا بطولة المرتبط، يا رب يا رب يكمل علينا بالخير السنة دي إن شاء الله ببطولة السوبر. والحقيقة أنا عايز أتوقف عند شيء يعني، وهي فرحة مستر أجوستي بوش بعد المباراة، كانت موجودة وكانت على شاشتنا وهنجيبها لحضراتكم. هذه فرحة مش مدير فني كسب بس، ولكن مدير فني بيعشق المكان، حب النادي الأهلي فأحب جمهور النادي الأهلي. يمكن اللقطة دي هنجيبها لحضراتكم، لأنه الحقيقة أنا شفت فيها الكثير، أنه مش بس فرحه بالمكسب ولكن فرحته أن أسعد جماهير النادي الأهلي. خليني أذكر حضراتكم بالبيان اللي صدر أو تهنئة الكابتن محمود الخطيب لفريق كرة السلة. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر على حساب نادي الاتحاد السكندري. وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح العالية والأداء المتميز والانضباط الفني والسلوكي للاعبي الأهلي، وأسرهم على إحراز الكأس وإسعاد جماهيرهم التي تستحق كل التحية والتي تساند ناديها في كل المواقف. وقال إن هذا الفوز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون والتكاتف بين كل عناصر الفريق وقيام كل فرد بدوره على الوجه الأكمل ليتحقق النجاح في هذه المرحلة. لكن طموحات جماهير الأهلي لا تتوقف عند إحراز بطولة، ودائما ما تطلب المزيد من الألقاب. لذا فإن هذا الفوز يحمل الجميع مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهد لحصد البطولات بما يتماشى مع قيمة وتاريخ النادي الأهلي الكبير. يمكن أجي لك يا كابتن سلعاوي، كابتن محمود الخطيب نعم هو أسطورة كرة القدم، نعم هو يعني خبير بكل ما تحمله الكلمة في كرة القدم، ولكن الكابتن محمود الخطيب مساند كبير للألعاب الأخرى في النادي الأهلي. طبعا فخر جدا لهذا الجيل من لاعبي كرة السلة إن الكابتن محمود الخطيب يتصل ويهنيهم، ودي مش في الباسكت بس، في جميع الألعاب بصراحة. نعم. دي عبارة عن يعني تهنئة من قدوة ومن أسطورة كبيرة في عالم الرياضة، ليس في مصر لكن في أفريقيا. لكن أنا عايز أقول إن ما يعني هو كابتن محمود ركز على حاجتين، على الانضباط، الفرحة والانضباط الذي أعجب به داخل وخارج الملعب، والسلوك الرياضي. فطبعا ان التهنئه جت يعني في مكانها، وان التهنئه دي اعتقد دي دافع لهذا الجيل انه يزيد من الانتصارات لتحقيق اكبر انجازات للنادي الاهلي، ورد الجميل لهذا المجلس وهذا النادي وهذا الجمهور. صحيح كابتن خالد، يمكن الكابتن محمود الخطيب دائما ابدا يعني تلتزم او يعني بيكون ملازم لتهنئته، هي ان مطالب منكم المزيد. دايما كابتن محمود حريص انه خلاص بطوله نفرح لا تتعدى الفرحه الليله، ولكن من تاني يوم بنبتدي نشتغل على البطوله اللي بعديها. كابتن خالد هو يعني الف مبروك طبعا للكابتن محمود الخطيب وكابتن عمري وكل اعضاء باقي اعضاء مجلس الاداره، وطبعا يعني شرف طبعا ان كابتن محمود الخطيب يبقى يعني يهني الفرقه ويتابع الماتش بنفسه، وده حرص منه كبير على كره السله وعلى ان كره السله تبقى دايما في المقدمه زي الكوره وزي باقي الالعاب في النادي الاهلي، وزي ما النادي الاهلي هو دايما النادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب ما عندوش ليميت للطموح، مفيش سقف للطموح، دايما عايز اكتر، دايما عايز يعني احنا النهارده كسبنا خلاص ايه اللي جاي، دايما ايه اللي جاي، عايزين نجيب اكتر عايزين نجيب اكتر. وهي دي هي دي روح النادي الاهلي، وهي دي الـ الشعور اللي عند كل الاهلاويه، ان هم ما بيشبعوش من البطولات. نعم. ما بنشبعش من البطولات، ما بنشبعش من المكسب، دايما عايزين المركز الاول. احنا ما بنقتناش بحاجه اسمها المركز الثاني، لو ما كسبناش البطوله وما كسبناش المركز الاول ما عملناش حاجه. صحيح. فدايما عندنا الطموح ده، ودايما الكابتن محمود الخطيب بيبقى عنده طموح زياده وبيطلب زياده من الفرق اللي بتكسب، وده شعور الاهلي يعني كل جماهير النادي الاهلي بصفه عامه. وعشان كده النادي الاهلي عظيم يا كابتن خالد. طبعا طبعا النادي الاهلي اعظم نادي في الكون. صحيح. وجماهير الاهلي اعظم جمهور في الكون، يعني وان شاء الله دايما يكون الاهلي في المقدمه،
وطبعا الانضباط اللي كابتن محمود الخطيب اتكلم عنه اساس كبير جدا في المكسب، اساس نعم. كبير جدا في مكسب اي فرقه من فرق النادي الاهلي، دايما الانضباط ودايما الاخلاق بتاعه النادي الاهلي هي اللي بتحكم وهي الاساس بتاعه اي لعبه في النادي الاهلي. صحيح يا كابتن. فبالتوفيق ان شاء الله دايما للنادي الاهلي ودايما للامام ان شاء الله، ومزيد من البطولات، وان شاء الله نكسب الدوري باذن الله ان شاء الله. كابتن شاء الله. كريم، يمكن اجي ليك مستر أجوست بوش، ويا ريت يا جماعه لو جابوا لنا اللقطه بعد المباراه، فرحته بعد ما انطلقت صفاره الحكم معلنا، او صفاره الساعه معلنه انتهاء المباراه، يعني كان في فرحه كبيره من مستر أجوست بوش، ليست فرحه المكسب فقط ولكن حب، يعني انا يعني بنشعر قد ايه هو بيحب الكيان. شفنا مستر أجوست بوش وجهازه الفني بيحضروا مباراه افريقيا اللي فاتت في ملعب كره القدم. يعني بيتهيألي يا كابتن كريم لما يبقى في حاله حب ما بين الجهاز الفني وحب للنادي النتيجه بتختلف. طبعا يا كابتن هيثم، هو احنا بنقول كده اللي خلاص اللي بيخش من باب النادي الاهلي خلاص دخل بقى فرد من العيله. نعم. تمام. فلما بتكون فرد من العيله، عيله النادي الاهلي، بتبدا تصرفاتك كلها بتتسم ان انت فرد من العيله دي. تمام. فطبعا بيظهر اهتمامك بالالعاب الثانيه، بيظهر اهتمامك انك دايما عايز تشوف النادي الاهلي سواء في اي بطوله سواء في اي رياضه، عايز تشوفه دايما بيكسب. هي دي اللحظه. تمام. يا كابتن بص معلش يا جماعه دهنا، دي لحظه فرحه او صرخه مستر أجوست بوش، يعني انا اتوقع ان هي تحمل الكثير من المعاني. انا احساسي كده، انا لعبت كتير ومريت باللحظات بوش، يعني لا فرح، يعني تحس ان هو يعني بقى منتمي للكيان. يعني لو انا مش ما اعرفش يعني مستر أجوستي، يعني لو انا جاي شايف اللقطه دي من البدايه اقول انه يعني ابن النادي، يعني زي ما يكونوا ما بقول، مش عايز اقولها، يعني بقاله سنين طويله في نادي، وهو ده سر عشقه وعظمه هذا النادي، انه من يتعامل معاه يتمنى انه يتعامل معاه من زمان. مظبوط يا كابتن هيثم، وحتى احنا يعني شايفين ده لمسينه حتى في هو مش جاي مجرد ان هو محترف بيأدي وظيفه وخلاص، لا هو دلوقتي صحيح. بقى منتمي للعيله دي، واحنا زي ما بقول لك احنا عندنا امثله كتير لمحترفين وناس عدت علينا لعبت معانا، احنا على اتصال معاهم لغايه دلوقتي. تمام. لان هو لما بتخش النادي الاهلي تجربه استحاله ان انت تنساها، وشعور استحاله ان انت تنساه. تمام. فهو زي ما حضرتك بتقول ده، طبعا هو تعب جامد، مجهوده باين، وبيشتغل بحب، فهو ده يعني نتيجه اللقطه اللي احنا شايفينها دي، ونتمنى له ان شاء الله ان هو يستاهل ان السيزون ده ينتهي سيزون تاريخي زي ما احنا بنقول، وده باين حتى في سنس المسؤوليه من الخطاب بتاع كابتن محمود الخطيب، ان هو بيهني ولسه صح. تمام. وده برضو وعي من رئيس النادي، والوعي ده ممتد واضح من كمان من كلام اللعيبه. لو سالت اي حد في الجمهور هيفرح دلوقتي، بس هيقول لك الدوري يا كابتن. تمام. بالظبط كده. فربنا ييسر ان شاء الله، وان شاء الله متفائلين خير بموسم تاريخي باذن الله. رب بإذن بص الله. بص فرحه اللاعبين يا كابتن طاهر، يعني يمكن فرحه، يعني فرحه من القلب، فرحه نتيجه مجهود وتعب، استعداد جيد. امبارح شفنا حتى بعد اول امبارح بعد مباراه الزمالك اللعيبه اتجمعوا ما فرحوش. انا شفت مودي الجرحي بعد مباراه الزمالك بيقول لهم لا يا جماعه ما عملناش حاجه، احنا عندنا فاينل بعد بكره. فواضح ان اللعيبه قد المسؤوليه يا كابتن طاهر. طبعا، يعني انا طبعا نحب نبارك طبعا لكابتن محمود الخطيب اللي هو رمز حتى لينا احنا، سواء ان احنا كنا يعني عصرناه في اللعب انا وكابس العاوي في ملعب، وكان بالنسبه لنا رمز برضك. صحيح. حتى هو اللعيب. صحيح. واحنا كنا في تقريبا نفس الجيل. طبعا هو حاسس بالالعاب الاخرى وبينفذ لها صفقاتها اللي بتطلبها، بينفذ لها طلباتها كلها، ما فيش مش يعني يكاد يكون زي كرة القدم، يعني ما تفرقش حسب الباسكت او الهاندبول او الفولي كألعاب الصلاة، وبقية الألعاب كلها بيسأل على كل حاجة، بيطمن، بيشجع، احتياجات بيوافق له، وكذلك مجلس الاداره بالكامل، نائب الرئيس وامين الصندوق. النهارده شفنا فرحه الكابتن عمرو فاروق الحقيقه. يعني فرحه مشجع وليس نائب رئيس النادي طبعا، يعني فرحه مشجع على النهارده الكابتن عمرو والاستاذ الضماطي كل اعضاء مجلس الاداره بصراحه. بالظبط. وكان الدكتور سراج والدكتور محمد شوقي، فرحه جمهور مش فرحه اعضاء مجلس اداره. ما هو اعضاء مجلس اداره جمهور. ومي عاطف طبعا السباحه الكبيره بتاعتنا عضوه مجلس اداره كانت موجوده في الملعب. الحقيقه
يعني حاجه جميله يا كابتن، حاجه يعني تحس ان المشجعين مش اعضاء مجلس الاداره. لا واما كمان يعني بتكلم كمان على احب ان مستر اوجستي بيدير طاقم من المساعدين الجهاز نعم بتاعه نعم. مش 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 مساله تدريب، الله يفتح عليك، مش مساله كاتشانه نعم. لا دي اداره هذا الجهاز، الجهاز طبعا على كفاءه عاليه، وفعلا يعني كان ليهم دور زي كابتن احمد الجرحي، كابتن طارق الغنام، كابتن رامي الدياسطي، الجهاز الطبي وحوالي جهاز اللعيبه في وقت قياس، الاداريين الناجحين جدا دكتور اكرم ودكتور اكرم ودكتور هيثم طارق الغنام، قلنا طارق يعني الجهاز ككل جهاز قوي. وكمان الراجل القائم على هذا الجهاز فعلا عنده شيء من الاداره القويه. وخلينا برضو يا كابتن ما ننساش حاجه، معلش يا كابتن، كابتن اشرف توفيق، ما انا لسه كنت هقول يعني ان برضو ان احنا في غمر هذه الفرحه ما ننساش الناس تقابل، سواء رئيس قطاع ناشئين او مدير فني، اشرف توفيق برضو ساهم بشكل كبير، وفي بناء الفرقه كان، وكابتن سيد مصطفى وكابتن سيد صابر وقبليهم وسيد صابر وكابتن طاهر رجب قبل، يعني هي عباره عن سلسله بتكمل بعضيها كلها، فان ده يعني هو مجهود، لكن اللي عايزين نقوله ان هي منظومه ناجحه، منظومه لازم ان تبقى في عين الاعتبار، من مكسب يعني ان شاء الله الى مكسب. و مع احترامنا الكامل طبعا لنادي الاتحاد السكندري النهارده ادى مباراه جيده، لكن احنا فرحانين بفرقتنا، فرحانين بان احنا عندنا فرقه اتحطت على المسار السليم نحو البطولات، وده كان منقصنا. انا كنت عاوز اذكر بس حاجتين، الفرقه دي بقى عندها الثقه غير عاديه بالفوز، بدليل ان بالفوز صحيح، وده حطهم على مسار الفوز صحيح. احنا كانت دي مشكلتنا في اوقات كتير ان احنا بنبقى فاقدين الثقه، انما لما بتلاقي اربع بطولات ورا بعض، منهم بطوله عربيه اول مره، منهم الكاس ده عاشر مره، منهم الدوري المرتبط رغم ان احنا خدناه وكده، انما يعني البطولات بتلحم في بعض وبيتحطوا في بريشر في كل البطولات دي يعني بدون فاصل، مفيش حد خد منك بطولة، ده أكيد على صفقة يعني أكيد مش من فراغ، مش فراغ صح، ده إدارة كده. تاني حاجة أنا كمان بحيي إن هما الصفقة بتاعة أحمد إسماعيل اللي هي الانتقال الشتوي ده نعم. الانتقال يناير، كونك إن أنت تحط عينك على صفقة رغم إن هو كان عندنا بالظبط، خدت بال حضرتك ومش انا فاهم، انما انت حسيت ان خلي بال حضرتك ده تعويض مثالي لغياب احمد حمدي، انت عندك مروان سرحان واحمد حمدي الاثنين سقطوا منك في وسط الموسم، يعني بالزبط. تعرضنا لمطب اي فرقه تعاد ليه تقع بالزبط. ومش كده بس، النهارده احمد اسماعيل منجحنا بنعمل سويتشات 2 متر 10 بيقابل المحترف وبيتحرك معاه، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده ان مفتاح المكسب الديفنس والريباوند، هو عمل الاثنين دول النهارده بكفاءه بصرف النظر عن الثلاثه بونت اللي جابها في الاخر، بصرف النظر عن الـ يعني سكور او مش سكور، انما الديفنس والريباوند اللي هو عمله، زائد بردك بحي ايهاب امين لان كان ليه دور جامد في الريباوند نعم، يعني انت اذا خدت الريباوند خلاص ملكت الدنيا، طبعا هو راجل سكور ايهاب امين بس بردك كان ساهم في هذا الريباوند، وبقيه اللعيبه كلها كانوا نجوم وابطال، حتى اللي ما لعبش يا كابتن يكفي الروح على البنش النهارده اللي كابتن محمود الخطيب اشاد بيها، قال لك اللي بره زي اللي جوه بالظبط، باين للجميع، مش محتاجه ان احنا نتكلم، يعني مثلا تيجي تنزل عمرو زهران في وقت لقيناه بيجيب سكور وبيجيب باسكت وبيتحرك وبيعمل ديفنس نعم. يعني هي دي بقى المسار او الخط اللي انت حطيت عليه الفرقه، ويتميزوا بان هم رجعت لهم الثقه في نفسهم قويه جدا، وده ان شاء الله باذن الله حافز لان احنا نبارك لهم على الدوري السوبر ان شاء الله باذن الله نعم. يمكن كريم اجي لك النهارده، احمد اسماعيل زي ما قال كابتن طاهر يعني اوجز في احسن الحقيقه بامانه، قال يعني كلام في الصميم،
ولكن النهارده احمد اسماعيل منجح لك دفاعاتك بامانه. يعني احنا كنا لجأنا الاوقات عشان نوقف تيتا بونت نعمل سويتش، ويكفي ان الاتحاد السكندري النهارده الشوط الرابع تقريبا ما حطش باسكت، حط كله ثلاثات كله ثلاثيات، مش قادر يخترق دفاعاتك فبيلجأ للتصويب الخارجي. فاحمد اسماعيل النهارده منجحنا دفاعين جدا. مظبوط. بص يا كابتن هيثم، هو في نقطتين نتكلم فيهم. في نقطه نجاح عمرو الجندي في ان هو لما بنعمل ميس ماتش ان هو يوقف اسماعيل احمد بعد الفتره اللي كان فايق فيها. نعم. كان دايما كنا بنشوف السيتويشن ده عمرو الجندي ماسك اسماعيل احمد او ماسك هيثم كمال. صحيح. نجح في السيتويشن ده بطريقه كويسه جدا، قلل من ان الاتحاد السكندري ما كانش عارف يجيب باسكت من الميس ماتش ده. صحيح. تمام. نرجع لنقطه احمد اسماعيل، هو فعلا في الشوط الثالث والرابع كان المقابلات بتاعته كلها مظبوطه 100%. تمام. فقفل، خلينا نقول يعني بالعاميه، قفل الحلقه. تمام. فبقت اللعيبه عارفه انها مهما تخش مش هتعرف توصل للباسكت. ده مش كده بس يا كابتن، ان هو بيطلع تاتا بومت مع اللعيب، يعني اللعيب الدريبلر عشان مش عارف يخش منه ولا عارف يشوط. بالظبط. يعني بص حضرتك في عينيه هتلاقيه مش عايز، يعني بيغطي على الاربعه، بيغطي على الاربعه وبيسيب مانو انه يعمل ضرب، بيعمل هيلب فعلا حلو قوي، كان ساعات بيعمل حلو. ده عنده نزعه الديفنس، روحه مخليه عايز يدافع، مش لا يقبل باي حال من الاحوال. يبدو ان اللاعب في الدوري السعودي برضه اداله خبرات، يعني لعب هناك واكيد مسك امريكان ولعب، اكيد اداله خبره بالشكل ده. لا انا اقول لحضرتك على حاجه للامانه، هو عمل برضك ماتشات مش وحشه مع الاهلي قبل ما يمشي. اه طبعا. ومع الجزيره لما راح الجزيره. طبعا. لا ولما راح الجزيره، بس الجزيره اوريدي كانت العمليه رخت شويه. عشان كده ما احتفظوش بيه. ما احتفظوش بيه لانه كان كان بيمر بازمه وكده. انما هو اصلا خامه من الاول كويسه. صحيح. خدت بالك حضرتك؟ يعني انا مش جديد عليه مكسب. مش جديد عليه. ولما ان شاء الله باذن الله كمان عمر طارق يبقوا مع بعض ويكملوا بعض، ده هيبقى ان شاء الله باذن الله مكسب كبير لما ان شاء الله نبارك له. صحيح صحيح. وخالد يمكن اجي لك. ايهاب امين، ايهاب امين لاعب قيادي، يعني احنا حتى كنا في الملعب نقول ايه واحنا بنتفرج في على الشوط الاول والثاني، رايح يطلب الكره عشان يحط هو. في اوقات لعيبه كتير بتهرب من الكره في الوقت ده. ايهاب امين اللي بيميزه مش بس مهاراته، شخصيته، قلبه جامد. لعيب قلبه جامد وعنده ثقه في نفسه عاليه جدا، وعارف ان هو هيجيب باسكت، يعني سيتويشنز ومواقف بتبقى صعبه ان هو يجيب باسكت فيها، وبيعرف يتصدى للكوره. وبيتصدر المشهد، يعني هو من اللعيبه اللي بتتصدر المشهد، هو كي بلاير بالنسبه للفرقه، هو وعمرو الجندي وابو النصر برده بدا الماتش ده، كان عنده دور مهم جدا في ديفنس، كان بيعمل ديناي كويس قوي، كان بيقطع كوره من قدام اسماعيل احمد، كان بيعمل ديفنس كويس جدا في السويتشات، زائد احمد اسماعيل في الديفنس وفي الريباوند، زائد برده كذا كوره قطعها المحترف محترف طبعا تومسون. فطبعا الديفنس والفاست بريك اللي اتلعب في الكوارتر الثالث والرابع كان عليهم عامل كبير في ان احنا قدرنا ان احنا نعمل كامباك بسرعه لما طلعوا علينا كذا بونت، لان احنا كنا بنعمل ديفنس كويس، بنلم ريباوند وبنجري بسرعه نحط باسكت، غير اللي حصل في الكوارتر الثاني. الكوارتر الثاني احنا كنا بنلعب ببطء، لما ابتدينا نجري بسرعه وابتدينا نروح نحق على الباسكت بسرعه وابتدينا نخلص، بقى في ريباوند، بقى في سكند شوت، بقت اللعيبه بتقدر تحط باسكت غير الكوارتر الثاني. قدرنا ان احنا نتدارك الموقف وقدرنا ان احنا نلعب بشكل مظبوط منضبط. صحيح. ده اللي خلانا الحمد لله ان احنا في الثالث والرابع يعني اخذنا افضليه في الجيم. ومننساش مايكل تومسون. صحيح. لسه والله كنت هقول مايكل تومسون النهارده اثبت انه يعني رجل البطولات، رجل البطولات في الوقت اللي انت بتحتاجه فيه بتلاقيه. سواء بان هو يجيب باسكت او سواء ان هو يطلع لك الكوره او سواء ياخد لك فاول في وقت معين، لان نسبته طبعا عاليه في الفاول شوتينج، وحتى الاثنين فاول شوتينج اللي مصريين اللي جم بعد احمد اسماعيل مصريين. مصريين. صحيح. وخلينا اقول لحضرتك انه النهارده عرفنا الحقيقه وجهه نظر مستر اجوستي في التمسك بتومسون. يعني تومسون النهارده بيقوم بدور كبير جدا يا كابتن، انه معلش انا برضه عايز اخد رايك كابتن سلعاوي، انه النهارده بينقل الكوره من نص الملعب. النهارده تومسون طول الماتش عامل 1 تيرن اوفر. ما انا كنت لسه اقول لك بلا اخطاء، يعني مجمل او 2 تيرن اوفر. لا خلينا 2 تيرن اوفر في التالي بس. مجمل المحصله بتاعه تومسون
بيعدي لك الملعب كويس، شايف الناس وقت لما بتحتاج ان هو يجيب باسكت بيجيب باسكت، بيجيب سري شوطه بثلاثه، بيقدر يخش على الباسكت. اعتقد انه لعيب مفيد جدا جدا بالنسبه للفرقه، واعتقد ان اختياره سليم جدا. نعم يعني انا اعتقد ان اختياره، وهو كابتن مستر أجوشتي مش محتاج يشرح هو اختياراته بناء على ايه. هو انت بتشوف الامباكت او بتشوف الريفلكت بتاع الفريق، اختياراته على الفنيات، المكسب وعلى الفنيات، وعلى الفنيات صح. فهو يرد بالملعب. وخلي بال حضرتك برضو يا كابتن، ده برضو يعني عظمه وعبقريه النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا كلنا كنا لعيبه وعارفين الكلام ده. النادي الاهلي ممكن يبقى شايف حاجه او جماهير النادي الاهلي مثلا شايفه حاجه، ولكن النادي الاهلي ما بيتدخلش، ما بيتدخلش في قرارات المدرب. مظبوط. انت هو دلوقتي يا كابتن هيثم برضو، ان انا برضو عايز اقول حاجه انصافا، ان المدير الفني اللي موجود حاليا بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل كوادر من المدربين، بيعمل لعيبه لديها ثقه للمكسب، ودي اهم حاجه كوتش، ودي اهم حاجه ان انت لا انت بطل، انت هتكسب، انت حتى لو خسران هتكسب. فدي طبعا نقطه كانت محتاجينها. وبعدين ما يميز هذا الفريق الان ان مش معنى ان انا وحش ان احنا نخسر، لا في واحد تاني، في واحد تاني يبقى كويس، وواحد تالت يبقى كويس، واحد رابع. والبطولات اللي زي كاس مصر او الدوري العام محتاجه النفس الطويل، محتاجه لعيبه، ومحتاجه بنش صاحي، ومحتاجه مقاومات البطل اللي كان بيتميز بيها الفرق اللي كانت بتكسب الاول. خليني واحسن حاجه بصراحه انا النهارده سمعتها من اللعيبه، ان احنا زعلناكم لكن ان شاء الله قادرين على نفرحكم في المرحله الجايه. نعم. وخليني اقول انه يعني في يمكن احمد الجرحي لما جه واتكلم عن موضوع الموقع الرسمي والصوره اللي نزلت، الحقيقه انا دخلت على الموقع الرسمي وشفت، هي طبعا الصوره يعني مش عايزين نتكلم عليها، ولكن يعني هو احمد الجرحي اتكلم ان احنا اللعيبه بعد يعني الصوره اللي نزلت على الموقع الرسمي الاتحاد الاسكندري، يمكن ده كان اكبر دافع ليهم ان هم النهارده يكون الرد في الملعب. يمكن كان نصر الاهلي موجود في الصوره، يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل، مش عايز اتكلم في تفاصيل يعني، لانه يعني لا هو طول عمر النادي الاهلي بيربطه علاقه قويه جدا بالاتحاد السكندري على مستوى الرؤساء الانديه وعلى مستوى اللاعبين. بس لا بس الواحد يعني بص يا كابتن، لو على مستوى الجماهير الواحد ما بيزعلش، لا ولكن لما يكون صفحه رسميه يعني بتحط نصر الاهلي في قفص، فالموضوع ده يعني بيكون صعب. ولكن احنا يعني مش هنتكلم عنه اي حاجه، كل احترام وتقدير لدي الاتحاد، ولكن دي حاجه اكيد. لا انا عايز اقول برضه نادي الاتحاد نادي عريق، ونادي في الباسكت يعني يعتبر من الانديه القويه جدا في كره السله، وصاحب الشعبيه الجارفه في اسكندريه، وكان مخرج معظم من لاعبي المنتخب. فيعني اذا على الحاجات الصغيره دي يعني ممكن احنا اكبر من كده. يعني النادي الاهلي اكبر يعني من كده صحيح، يفوت الحاجات دي. النادي الاهلي ما لا يتوقف على ذلك. بس انا حبيت برضه حبيت اوضح ليه احمد الجرحي كان بيتكلم عن ايه، عشان الجماهير ممكن تبقى مش انا اعلم ان العلاقه قويه جدا بين الحاج محمد مصلحي والكابتن محمود الخطيب، و يعني ان شاء الله مبروك لينا وهارد لك ليهم. وهي الرياضه مكسب وخساره، والرياضه كده. نعم. وخلينا نتكلم يا كابتن انه القادم صعب برضه، يعني انت عندك قبل نهائي دوري المرتبط بيست اوف فايف عندك 10 يعني ماتشات بالظبط، بتلاعب فرقه كبيره لسه دور الثمانيه. انا اسف يعني فرضا ان شاء الله ان احنا نعدي من دور الثمانيه، انا يعني فرضت ان احنا عندنا دور الثمانيه وبعد كده قبل النهائي. ولكن انا مبسوط من حاجه، ان احنا مش داخلين على فاينل، داخلين على ماتشات تدريجيه نريح فيها ونستعيد الشفاء. لان خلي بالكم الشفاء مش بس يعني استشفاء بس جسدي، لا هو استشفاء نفسي صحيح. فيعني راي حضرتك يا كابتن طاهر في كده، يعني انت بتحتاج لو دخلت من خرجت من البطوله، دخلت البطوله وضع طبيعي الكيرف بينزل، ولكن لما تلعب لك اربع خمس ست ماتشات قبل ما تخش على الفاينل ان شاء الله، او تخش على مباراه قويه، بيبقى الموضوع مختلف. طبعا وهو ادرى بهذا الموضوع، وحكايه ان هو بيعتمد على الناشئين في الفترات اللي هي بيكون في امكانيه ان هو يرمي الناشئين فعلا. يرمي الناشئين نعم. عشان يلاقيهم في الاوقات الصعبه بالظبط، يعني زي ما عمل في بطوله القاهره، واشرط كتير من الناشئين، اداهم ثقه وخلاهم ساعه اي بطولات، حتى البطوله العربيه كان عمرو زهران فيه، وكان عبد الله، وكل الناس دي حتى في المرتبط برضك.
فهو طبعا لما تبقى في تدريج في الدوري في دور الثمانية هيبقى المسألة إلى حد ما ما بيحرقش اللعيبة الكبيرة، ما بيحرقش اللعيبة طول السيزون، يفضل يلعب هم نفس اللعيبة يحرقهم. لا 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 لا، هو عنده حتى اتفرج على الروتيشن برضك. يعني كان ميزة الاتحاد وقوته في الروتيشن بتاع الكابتن أحمد مرعي، وطبعا الكابتن أحمد مرعي يعني. بس في لقطة حلوة يعني الحقيقة مخرج المباراة النهاردة يعني زعهنا لما جاب نص الشاشة الكابتن أحمد مرعي والنص التاني مستر أجوستي. يا ريت يا جماعة لو تجيبوها لنا تاني. وكنا بنتساءل ساعتها وإحنا في الاستوديو هنا مع ضيوفي بنتفرج على المباراة، ماذا في ذهن كل مدير فني في اللحظات دي في الوقت الحالي؟ كان في الشوط الرابع، لو تجيبوا لنا الصورة دي ماذا يفكر؟ يعني بصراحة كابتن يعني بأمانة الله يكون في المدربين الفنيين بصراحة في كل الألعاب، لأن هو الرجل المسؤول عن القرار الأول والأخير في الفريق، هو اللي بيسأل الشيلة بالظبط. لا كابتن، هي المشكلة كمان يعني إحنا بنتفرج بس ومشدودين، ولو كلها يكون في عونه يعني أنت كنت هتدخل جوه الشاشة على ما أعتقد يعني. وكريم كان قاعد رايح جاي قال لك أنا مش قادر أقعد على الكرسي. طبعا شدة الأعصاب وإن نعم. مجهود المجهود، وبعدين بطولة بتبقى فيها مجهود سنة. أي اللقطة هي يا كابتن، اللقطة هي كان كابتن مرعي ساعتها معلش يا جماعة أردهن احنا بس نشوفها بس. يمكن كابتن مرعي كان قاعد. أيوة أبص يعني تحس لحظات مستر أجوستي بوش، بس مهنا شوية يا جماعة، مستر أجوستي بوش تحس فيه يعني نظرة، يعني نظرة دايما بنشوفها في الاوقات. نفس الكلام كابتن احمد مرعي واحمد الجرحي. احمد الجرحي برضو لا برضو. بس لا بس يعني يا كابتن لا يعني بص اللحظه دي بتبقى ليها تاثير نفسي شديد. يعني ده نتيجه تفاعل. يعني بص كابتن احمد مرعي بيفكر انا هعمل ايه، نزل على ركبه بيبص لارض الملعب هعمل ايه اللي جاي. نفس الكلام مستر أجوشتي بوش، اللحظات دي هي اللي بتعمل المكسب. معلش سيبوا لنا الصوره يا جماعه، اللحظات المديرين الفنيين فيها كل واحد بيختلي بنفسه في ارض الملعب وبيفكر. تالا كابتن طاهر حضرتك شفت الحاجات دي كتير واشتغلت فيها. انا ده يعني الواحد ما تتخيلش خلال الماتش الواحد بيبقى قد ايه اعصابه على اعصابه قد ايه، وساعات يعني بيرد عليك انك تقدر تواجه الجمهور ازاي او تواجه الاداره ازاي. ده طبعا ربنا يكون في عون اي مدير فني، لان زي ما قلنا ان هو بيبقى المسؤول الاول والاخير عن اختياراته وعن جهازه قراراته في الملعب، قراراته في الملعب وعن خطته والبرنامج بتاعه كل الحاجات دي. يعني فعلا ربنا يكون في عونه. ليله عدت جميله يا كابتن طاهر، وبشكرك ونورتينا وشرفتينا يا كابتن طاهر، والف مليون مبروك دايما وشكم حلو علينا. ووشك حلو علينا دايما ان شاء الله. بقى يبقى موسم ان شاء الله زي الفل تاريخي باذن الله. واحب اشكر الكابتن سلعاوي والكابتن خالد وكابتن كريم. الله يكرمك يا كوتش. يعني احنا اللي بنشكرك كوتش، شرف لينا ان حضرتك مدربنا. الله يخليك وكابتن سلعاوي طبعا يعني شكرا. شكرا لحضراتكم طبعا. ان شاء الله القناه كتير جدا، لان المساحه اللي بيديها الالعاب الصالات صراحه وافيه، ما فيش قناه تقدر تديها او لم يسبق احد قناه الاهلي في التغطيه لالعاب الصالات بهذا الشكل في النادي الاهلي. بفضل الله ودعم الاداره اداره القناه الحقيقه وبكفاءه يعني بامانه. يعني ده الحقيقه يعني حاجه انا بلمسها فعلا، دعم يعني غير محدود من اداره القناه للالعاب الاخرى. والحمد لله رب العالمين. كابتن كريم بشكرك نورتينا وشرفتينا يا كابتن كريم. الله يكرمك كابتن سلعاوي، والف مبروك. الف شكر والف مبروك. كابتن سلعاوي دايما وشك حلو علينا. لا احنا ان شاء الله هنتقابل في الدوري برضه ان شاء الله يا كابتن باذن الله. يلا بينا يلا بينا ان شاء الله باذن الله يا كابتن. وربنا ان شاء الله من النصر للنصر، و ويعني عايزين نقول الفرح حلو طبعا الفرح. وبرضو ما يعني فرحه مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره ونائب رئيس النادي حاجه بصراحه. صحيح. حاجه صحيح. حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا، ويعني باينه في النادي الاهلي. صحيح. كابتن خالد الف مبروك يا كابتن هيثم، وبشكرك على اليوم الجميل ده، وبشكر الكباتن الكبار كابتن سلعاوي وكابتن طاهر وزميلي كابتن كريم، وبشكركم جدا على اليوم الجميل ده. الف الف مبروك يا كابتن، الف مبروك النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، ليله ولا الف ليله، الحمد لله المكسب جميل. انا مش عايز اقول لكم ان احنا يعني امسيه سعيده زي ما بيقول كابتن طاهر الحقيقه، لان احنا مروحين النهارده ان شاء الله نبقى سعداء.
وخلينا اقول لكم انه ما ينفعش ابدا ان انا انهي هذا اليوم من غير ما اشكر كل زمايلي الحقيقه اللي تعبوا معانا النهارده في تغطيه هذا الحدث. مش عايز يعني انسى حد اللي جوه واللي في الكنترول والمراسلين كل يعني يوم اهلاوي جميل، الكل تفانى انه يطلعوا بهذا الشكل. ويعني عندنا كمان اخبار النهارده كانت سعيده، سيدات كره السله تاهلوا لقبل النهائي، وسيدات الطايره النهارده كسبوا الزمالك 3-0 في اسبوع الحمد لله رب العالمين. يعني كان في 5 لقاءات قمه في الالعاب ما بين الاهلي والزمالك، فاز فيه الاهلي ب4 لقاءات مقابل لقاء واحد في كره اليد. الف مليون مبروك دايما دايما يا رب نسر الاهلي في العالي، ولا يستطيع احد ابدا ابدا انه يقدر يعني النادي الاهلي ونسره دايما بيحلق عاليا. وهنهي كلمتي ان النادي الاهلي اجيال بتسلم اجيال.